السؤال الاولاني الحيره اللي موجوده عند النادي الاهلي في مركز راس الحرب، يعني وحضرتك يمكن جاوبت بس انا عايز اجابه تفصيليه اكتر، لان الناس لسه ما عندهاش حاله القناعه التامه سواء بشريف او بشادي او بحسام حسن. امتى تنتهي هذه الازمه عن شريف كراجل هداف الدوري مش ده اللي قبليه وفي افريقيا وكل البطولات؟ ده السؤال الاولاني. السؤال الثاني، بدايات المدرب دايما مهمه طبعا. النهارده بتتكلم على جريدو مع الاسماعيلي، بتتكلم على كولر في الموسم المحلي مع النادي الاهلي، انت عارف الناس ممكن تطلعك السما لكن في خساره او هزيمه او حتى عرض مش جيد ممكن الناس تخسب بك الارض. خلينا في بدايات المدربين مع الانديه، يعني هنبدا بجريدو مع الاسماعيلي. اولا جريدو عنده اكتر من تحدي، التحدي الاولاني ان هو بيلعب النادي الاهلي، نعم، واول مباراه ليه مع النادي الاسماعيلي فعايز يكسب. ايوه ده غير كده ان عودته لمصر مره تانية وهو كان بيتمنى ده، كان نفسه في ده، يعني جريده من المدربين اللي سابت النادي الاهلي ومشت وكانت بتحاول الوقت عايزه تبقى موجود. الراجل بيحب مصر بشكل كبير جدا وعايز يبقى موجود، فطبعا اصراره وتركيزه ان هو يحقق مكسب النهارده هيفرق معاه بشكل كبير جدا ومع النادي الاسماعيلي. النادي الاهلي وكولر، كولر بدا بدايه اكتر من رائعه، كسب مباراتين خارج ملعبه وداخل ملعبه مع فرقه جيده، ونحط تحت فرقه جيده دي 100 خط، يعني المباراه كانت مباراه صعبه جدا لكن النادي الاهلي هو اللي سهلها بأدائه. مهم جدا النهارده بيبدا الدوري مع نادي الاسماعيلي وعنده بعد 9 ايام مباراه مع نادي الزمالك سوبر، وده على فكره هيبقى في دماغه، فمهم جدا ان هو لما يروح مباراه النهارده ومباراه اسوان يروح لنادي الزمالك مباراه سوبر كسبان المباراتين دول علشان ما يكونش في اي ضغط عليه او على اللعيبه. فعلى ما اعتقد ان التحديات للاثنين المدربين كبيره جدا جدا جدا، ويمكن كولر عنده ميزه اكبر انه شاف اللعيبه، عارف اللعيبه اكتر، اختار بعض اللعيبه، وفي نفس الوقت عنده حلول قويه جدا على الدكه. صحيح. يعني النادي الاهلي عنده دكه، الدكه دي كلها كانت بتلعب السنه اللي فاتت اساسيه كلهم. صحيح. فطبعا دي ميزه كبيره جدا للمدير الفني انه عنده اكتر من حل داخل وخارج الملعب. بالنسبه لمحمد شريف انا قلتها وهقولها تاني، محمد شريف لاعب بيقوم بدور المهاجم مش مهاجم. شادي حسين مهاجم صريح، انا كنت واحد بتمنى من صفقات النادي الاهلي ان يبقى فيه مهاجم افريقي، خلاص مش موجود. هنفضل نشوف التبديل ده على مدار الموسم بين حسام حسن ومحمد شريف وشادي حسين.